عادة في معايير القبول، وسأتحدث عن التعليم عموما وأيضا يشمل معلمي اللغة العربية، نحن نقبل في ميدان التعليم في كليات إعداد المعلمين الحلقة الأضعف من خريجي الثانوية أو البكالوريا. نحن الشاطر الذكي الفهلوي يجب أن يذهب إلى الطب، يجب أن يذهب إلى دراسة التكنولوجيا، تقانة الهندسة، طبعا السوفتوير انجينيرينج. هذه هي المسارات لطلبة الثانوي المتقدمين. أما المساكين أمثالنا يذهبون طبعا إلى اللغة العربية، يذهبون إلى دراسة الشريعة، يذهبون إلى دراسة التعليم كي يصبحوا معلمين. فلكأنها تصبح مهنة من لا مهنة أخرى له، أو من لا مجالات أو مسارات أخرى له، لأن معايير القبول بسيطة. أي أحد اللي جايب 50% ممكن أن يدخل إلى مسار التعليم، وهذا موجود في بلدان كثيرة من الوطن العربي. لدينا أيضا تحدي آخر، هو ما إن يدخل هذا الطالب إلى برامج إعداد المعلمين، جودة هذه البرامج حتى عندما تكون هنالك جودة في بعضها هي قديمة. فمثلا معلم الذي يريد أن يصبح معلم لغة عربية يدرسونه الأدب القديم والنقد والأدب الحديث والأدب 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 والأدب، ولكن عندما يذهب إلى المدرسة لا يعرف كيف يدرس، كيف ينقل تلك المعارف إلى التلاميذ والطلاب. فحتى مؤهلات الأساتذة أحيانا في كليات إعداد المعلمين مؤهلات عظيمة رائعة، يعني عندهم دكتوراه في المجال لربما، ولكن هي ليست مرتبطة ببيداغوجية اليوم، ليست مرتبطة بما يجب أن يفعله الطالب اليوم. فلنأخذ مثالا، هنالك أساتذة كثر لم يدرسوا هم أصلا في المراحل الابتدائية أو في المراحل الإعدادية، أخذوا دكتوراه، وهذا نراها في المشرق كثيرا، هو يدرس وأستاذ في كليات إعداد المعلمين، لكنه لم يدخل يوما إلى صف، لم يدرس يوما الصغار، لا يعرف كيف يتعامل معهم، فكيف سيعد معلما هو بنفسه؟ أيضا ذكرها أستاذ أخوان أنه لا توجد لدينا فترة سأسميها باللغة العربية المسك باليد، induction period، تلك الفترة بين التخرج من برنامج إعداد المعلمين والانتقال إلى الصف. هو لم يصبح خبيرا بعد، أنا لا يوجد، قلبي لا يتحمل أن أضع ابنتي مثلا بين يدي خريج جديد لم يصبح خبيرا بعد. أنا أريد لابنتي مثلا أو لابني أريد أستاذا أو معلما خبيرا في مجاله. هذه الفترة سنة أو سنتين من نصاب التعليم المخفف المقلل تساعده على التطور، يأخذ بيده منتور، شخص يأخذ يمسك بيده ويدربه. أيضا لا يوجد دعم كاف يعطى للمعلمين لدينا، النصاب جدا عالي، نصاب التعليم التدريب المعطى من حيث النوعية ومن حيث الوتيرة جدا قليل. مثلا النسبة العالمية هنالك بعض الدول المتقدمة تعطي 28 يوما من التدريب التطوير المهني في السنة، ولكن أيضا نوع التدريب. يعني ذهبت كملاحظة في بلد من البلدان، طلبوا مني أن ألاحظ تدريب المعلمين، فكان هنالك أساتذة لغة عربية يدربون، ومن باب قالوا لي أنه من باب الاختيار، حرية إعطاء المعلم حرية الاختيار، وضعوا لهم هنالك تدريب تنسيق زهور، هناك تدريب روبوتكس، هناك تدريب لا أعرف ماذا، عظيم وجميل، وأنا أحب أن أتعلم تنسيق الزهور والديكور وكل ذلك، ولكن كيف هذا سيأتي وسيعني شيئا في داخل الغرفة الصفية؟ فهذا أيضا النوعية والوتيرة والكم. أيضا مهم، وهذا لربما له علاقة أكثر بمنطقتنا العربية، كيف ندرب الأستاذ والمعلم على التفكير بالمنهج. المنهج بالنسبة لنا في الغالب هو كتاب مدرسي علي أن أدرسه من الجلدة، نقول إلى الجلدة، من الغلاف إلى الغلاف، وهنالك رعب أنني لست على الصفحة الفلانية اليوم، وهو ما تكلمت عنه الأستاذة في منهج أو منحة تارن، أننا بغض النظر عن أي صفحة هل الطالب المسكين هو على هذه الصفحة. فتغيير التفكير كيف نفكر في المنهج. وأيضا لدينا طبعا تدريب المدراء، لا يكفي المدير هو معلم، ولكن هو معلم يقود، هو قائد أكاديمي، بينما نحن نرى في أماكن كثيرة أن مدراء المدارس هم حراس، حراس الورق نسميهم، أو paper shufflers، الورقة تمشي الفاكس من مكان إلى آخر، وهو حارس على عدد الحصص، عدد الكذا، التعداد، بينما هو يجب أن يكون قائد أكاديمي. وأخيرا وهو شيء لربما خاص بنا أيضا، أننا دائما في حالة استعجال ولكننا لا نصل إلى مكان. هل تعرفون آلة الركض في النادي الرياضي؟ التي نمشي عليها ونمشي 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 ونركض ولكن لا نصل إلى أي مكان، مستعجلون كي نصل إلى لا مكان. دائما نحتاج إلى أن نأتي بمشروع وأن ننفذ المشروع، لأنه لا يوجد وقت لدينا، ولكن العقود تمضي، عشرات السنين تمضي، والتحصيل ما زال في مكانه تقريبا. فهذه هي بعض الأشياء التي رصدت، وبعدها الحلول بقرارات أو اقتراحات للنهوض بدور المعلم من أجل تحسين الجودة والنهوض بالمنظومة التعليمية بصفة عامة. شكرا على السؤال. المعلم وحده لن يستطيع أن ينفذ كل ذلك، المعلم بحاجة إلى دعم. فلربما قبل ذلك علينا أن نتوجه إلى المنظومة التي هي أكبر من المعلم. فأولا أريد أن أقول للمجتمع ككل، لوزارة التعليم ككل، تسويق مهنة التعليم،
سوقوا لمهنة التعليم كما نسوق لمليون منتج. كلما مشينا في الشوارع هنالك باك تو سكول، ولا حسب أنها مكتوبة بالإنجليزية، بيع حقائب، بيع لا أعرف ماذا. سوقوا مهنة التعليم، نريد أن نرتقي بها من الناحية المادية، نريد أن نرتقي بها من الناحية الاجتماعية. كنت أمزح مع بعض الأصدقاء ونحن نتكلم، يا ترى في العائلات العربية لو أتى مدرس يخطب ابنتهم، هل يعطون الابن أم يريدون المهندس والطبيب؟ وا 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 وا. سوقوا لمهنة التعليم، خلينا نرفع من المستوى الاجتماعي والمادي للمعلمين، هذا أولا. بعد ذلك موافقون، بعد ذلك نريد أن نشتغل على معايير القبول في الكليات، نريد أحسن الناس، كريم دولا كريم، وتكلم فرنسي أخيرا، كريم دولا كريم، نريد أرفع وأحسن الناس نريدهم في مثلا برينستون وستانفورد وهارفارد وMIT. العبقرية التي عندهم هي أنهم لا يقبلون أحد. لما يكون القبول، نسبة القبول 3%، يعني هو أصلا اختار العباقرة، لو ما مهما فعلوا، لو لم يدرس ولا كلمة في الجامعة هو سيكون من النوابغ والمتفوقون. هذه هي العبقرية، اللعبة التي نلعبها في معايير القبول. نحتاج إلى علاقة مع وزارات التربية ومع كليات إعداد المعلمين. واحدة من أنجح التجارب التي رأيت كانت في مملكة البحرين، أنهم كلية إعداد المعلمين كانت بعلاقة وطيدة مع الوزارة من خلال لجنتين عاليتين على مستوى وكيل الوزارة، هي لجنة السياسات التربوية بين الكلية كلية إعداد المعلمين وبين الوزارة، لجنة السياسات، ولجنة أخرى هي لجنة تنفيذية. ففي هذه العلاقة الوطيدة المكونة من تلك اللجان، نحتاج طبعا إلى، أريد للمعلم فترة تدريب مستمر ذكي، ليس تنسيق زهور وليس روبوتكس، أو ليس تدريب زوروني كل سنة مرة أتعلم مثلا، هو بحاجة فعلا إلى تدريب على الأسس. وهنا يشبه تار ما أريد أن أتحدث عنه، كيف أعلم الحرف، كيف أعلم اسم الحروف، أصوات الحروف، المنح الصوتي، الفهم القرائي، كيف أعلم هذا للطلاب بطريقة ماتعة مشوقة لطيفة خفيفة وفيها لعب. نحتاج إلى هذا الوقت أن نأخذ وقتنا في صياغة المنهج. أحيانا نأتي بكتب مدرسية جديدة والمطلوب أن ينفذ هذه الكتب أن تنفذ في 6 أشهر. ما في منهج محترم ورصين وعلمي ينفذ ويكتب ب6 شهور. فنحتاج إلى بعض الأمور، التدريب، صياغة المناهج، إعداد المعلمين. علينا أن نأخذ وقتا رصينا، الوقت أصلا ضائع، فلنأخذ وقت لعمل الأشياء المهمة وبعدها سنرى نتائج. شكرا. اتفق مع اقتراحات